مرحبا بكم اخواني اخواتي، السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكيش رائع. هذا الكيش اللي غادي نقدم لكم غادي تشوفوا المقادير ديالو، تشوفوا الطريقه باش غادي ننجزوا هذه الاعمال ان شاء الله ديالنا، ونشوفوا اننا غادي يخرج لكم ان شاء الله بحال هكا اللي كتشوفوا فيه قدامكم. كيجي رائع وهائل ان شاء الله. غادي نحاولوا نشوفوا هذا الكيش ديالنا، نقطعوا منه واحد شويه نقطعوا شوية من الكيش ديالنا. لاباط ديالنا كتجي هشيشة هشيشة بزاف، وانتوما شوفوا معايا كيجي الكيش ديالنا، كيجي رائع. ندوخو واحد شوية، انتوما الحشوة عبارة عن بصل وعن بذور السوجا، السوجا المنبت ولحم ديال البقري، كيجي رائع. مذاق لا يقاوم. سوتو هنا في هاد الكيش اهم شيء كيلعب فيه الدور المهم هو داك شويه ديال الكوزه. الكوزه كتعطيه داك الذوق الرائع. الله، غادي نشوفوا المقادير ديال هاد الوصفه ديالنا، ونشوفوا الطريقه باش غادي نصوبوا هاد العمل ديالنا، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تنجح معكم باذن الله. دائما التوفيق السليم، ونتمنى لكم ان شاء الله تتبعوا من هذا الفيديو الجديد ديال هذا النهار ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكيشه رائعه، كيشه يعني توب. غادي نشوفوا المقادير ديال هذا الشيء اللي غنديروا فيها، وشنو غادي نديروا فيها ان شاء الله. اولا كيخصنا مول كبير، انا درت هنا واحد المول كبير بالنسبه للعائله ديالي. بالنسبه للناس اللي عندهم عائلات صغار يمكنهم يخدموا مول صغير متوسط، يعني يمكن لهم يخدموا مول صغار بحال هادو، يمكن يديروا صغير كاع او متوسط او هادو ان شاء الله. مي المقادير ديك الساعه كتختلف، المقادير خصها تكون قل النصف ديال هاد الشيء او الربع ديال هاد الشيء. بالنسبه لهاد الصغير يمكن لنا نديروا ربع المقادير. نتمنى ان شاء الله تكونوا دائما تردوا البال لهاد القضيه، انني انا كندير وصفات كبار ديال عائله كبيره، الا جاب الله كانت عائلتكم كبيره مزيان. ما كانتش عائلتكم كبيره يمكن لكم تقسموا المقادير دائما على النصف. هنا عندنا لاباط بريزي، غادي نحطوا لكم الرابط ديالها. لاباط بريزي كما كتعرفوا انها ان بات ما كتعجنش بزاف، ما كنعجنوهاش بزاف، يعني غادي تشوفوا المقادير ديالها في الرابط اللي غادي نحطوا لكم ان شاء الله. غادي خصنا واحد البصله كبيره قطعناها شرائط بحال هكا. غادي خصنا شويه ديال اللحم، اللحم تكون فتيه شويه. غادي خصنا هاد سميتو السوجا، وهاد يعني المنبت ديال السوجا، المنبت ديال السوجا. غادي خصنا ان شاء الله واحد 4 ديال البيضات. غادي خصنا نصف لتر ديال الحليب. غادي خصنا واحد 2 معالق كبار ديال الفورس، وعندنا فرماج احمر، فرماج احمر، عندنا شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وشويه ديال الكوزه. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج انا لهاد بالنسبه لهاد الكيش. غادي ناخذوا الحليب ديالنا نخويوه، يمكن لنا نغيروا الحليب بلا كريم شانتيي، ملح اللي ما فيهش السكر، كريم شانتيي ما فيهش السكر. حنا هنا درت الحليب، انا هنا درت الحليب. غادي ندير 4 البيضات، غادي ندير الفرس ديالي 2 معالق كبار، غادي ندير الملحه والبزار، غادي نحك شويه ديال الكوزه. غير اللي بغى الكوزه يديرها، اللي قال لك حرام ما يديرهاش. ندير شويه الكوزه كتعطيها يعني الكيش، دائما الكيش كتعطيهم الكوزه واحد الكو هائل هائل. الدور ديال الفرس هنا انه هو اللي كيعطينا ديك لاكروت الكيش ديالنا باش تجي واقفه وتجي زوينه. الطري ديال الكيش ديالنا ها هي. الله، غادي نصوبوا هاد لاصوص ديالنا اللي غادي نصوبوا. غادي ناخذوا البصله ونديروا شويه زيت الزيتون باش نشرملوا شويه هاد البصله ديالنا، يعني تدبال شويه، عاد نضيفوا ليها اللحم ان شاء الله. البصله ديالنا ها هي، نخليوها تقلى وتدبال شويه. غادي تطلق الماء ديالها، شويه ديال البزار غير شويه،
هنا ما كنكثروش العطريه لان لافاري ديالنا فيها العطريه الاولى اللي صوبنا. هنا كنديروا غير الملح والبزار بوحدهم غير شويه. غير اللي نسمو لينا هذه البصله وديك اللحم اللي غادي نديرو يكون اللحم ديالنا ها هي. نحركوا الجميع مغاديش نضيف ليها الماء ولا حتى حاجه اخرى. نغطيوها ومره مره نقلبوها ان شاء الله. نصوبوا العجينه نديروها في المول ديالنا. غادي نشوف شويه ديال الفرص ناخذوا العجينه ديالنا اللي هي عجينه المكسره المالحه ماشي الحلوه المالحه. غادي نحطوا لكم الرابط ديالها ان شاء الله. هكا نسرحوها باش تجينا قد المول ديالنا في العطور ديال المول ديالنا. نجمعوها بحال هكا ونجيبو المول نحطوه في الوسط نحاولو نجيبوها ما قدام على المول ديالنا نيشان. هكا دائما الجناب دائما الجناب هما الاولين دخلوهم باش ملي نقطعوها ما تجيناش ناقصه. هنا كنحاولوا نرطبوا الجنب ديال المول ديالنا بحال هكا. اللي غادي يديرها في شي مول اخر من غير هذا بحال هذا المول يمكن ليه يدور شويه غير شويه ويزيد شويه او شويه الزبده للمول ديالو باش ان شاء الله ما تلصقش ليه. ونورمالمون الزبده المكسره ما تلصقش لان فيها يعني الزبده شويه يعني كثر من القانون. ثم حاولوا هنا غادي ناخذوا هذا الرولو ديالنا نقطعوا به العجينه ديالنا بحال هكا هكا ونجمعوا هاد المول هاد العجين ديالنا يمكن لنا نخبيوه تنصوبو تاني ان شاء الله شي بيد شي كيشخر مرة اخرى حتى حاجة ما تطيح. وباش العجينة ديالنا ما تنزلش لينا ما تنزلش من الجناب غادي نديروها في التلاجة تبرد حتى حتى نبغيو نعمرو يعني في التلاجة باردة مزيان او في كونجيلاتور باش تبرد مزيان. كنغطيو هاد البصل ديالنا باش يطيب غير بالفوار ديالو بداك الماء اللي كان في البصل ما نضيفوش ليه حتى حاجه اخرى. نغطيه ونخليه حتى ينشف مزيان. البصل ديالنا كتشوف فيه طيب مزيان اللحم ديالنا حتى هو كذلك. كنزيدو يعني هاد الشوجه ديالنا غير باش نشفوها شوية. بكم المول ديالنا هو يعني الحجينة كتكون قاصحة بالبرد يعني تلجناها مزيان باش نكونو ويعني ما تهبطش لينا وتجينا قادة. ونخول هاد الحشوة ديالنا اللي هي عبارة عن بصل ولحم ومنبت ديال السوجة ان شاء الله ونديروه بحال هكا المول ديالنا. نحاولو نقادو اللحم باش يجينا نحاولو نقادو هاد الحشوة ديالنا مزيان. نجيبو الفرماج نديرو الفرماج ديالنا هكا واحد شوية والباقي نخليوه. نجيبو الحشوة ديالنا لاصوص ديالنا نبخوها في المول بحال هكا
بالنسبة لهذا المول غادي خصو السيترون نيشان ديال الحليب، وبالنسبة للمولات الصغر منه نقدروا نديروا الرابعة 300 غرام 200 غرام على حساب. هنا غادي ناخذوا الفرماج ديالنا نديروا شويه الفوق بحال هكا وندخلوا الكيش ديالنا. من فضلكم دائما الكيش ما تحلوش عليها، ما تحلوش عليها حتى تكون اللون ديالها داكن، حتى تاخذ واحد اللون يعني محمر مزيان وتجي طيبه عاد نحلوا الفران، لان الا حلينا عليها كتنزل كتهبط ديك هاد لاصوص، غادي خصها تكون دير لنا واحد الكوفر على هاد الشيء. وإلا جاب الله حلينا عليها قبل ما تشد راسها وطيب مزيان كطيح. الكيش ديالنا ندخلوها الفران هيا، وغادي نديرو 180 درجة ونديرو عافية الفوق والتحت بدون ما نشعلو الفرفرة. مرحبا بكم إخواني أخواتي، هذا هو الكيش ديالنا اللي صوبنا لكم. ان شاء الله نتمنى لكم تجربوه وتشوفوه، غادي يعجبكم باذن الله، وغادي تشوفوا ان هذا الكيش رائع بالكو ديالو وداك الشيء اللي درنا فيه باذن الله. مرحبا بكم، نتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى لكم دائما تشجعوا القناه ديالكم اللي القناه اللي هي قناتكم، ودائما ان شاء الله تضغطوا على اللايك، هذا فضلا وليس امرا. نتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.